السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه يا رب تكونوا بخير وافضل حال. حصالة رمضان اللي في ناس عاملاها من اول السنة، وعملنا فيديو عنها من سنتين ثلاثة تقريبا كده، في ناس عاملاها من اول السنة، وقلنا ان احنا نشجع اولادنا ونخليهم يحطوا بايديهم فيها ونشجعهم ان هم يتصدقوا وبجزء حتى من مصروفهم، تكون مغلقة بالشكل ده عشان ما يبقاش سهل علينا ان احنا نروح نفتحها ونضعف، وعايزين نشوف اللي جواها كام. بتساعدي اولادك ان هم يحطوا من مصروفهم الخاص. احنا النهاردة 2 شعبان، بالنسبة للناس اللي ما عملتهاش خالص قبل كده، النهاردة 2 شعبان اعمليها وافتحها في رمضان، ويا سلام بقى في العشرة الاخرى. بس هنقول من اول رمضان عشان في ناس بتبقى فعلا محتاجة. انت كربة منزل معكيش مبلغ، مش بتاخدي مرتب، حياتك او ماديتك على قدها، فاللي تحوشيه على قدر المستطاع ان شاء الله، حتى تجمعي تمن ازازة زيت، كيلو سكر، فرخة، تمن فرخة حتى. انا عارفة ان احنا اغلبنا بيبقى حالتنا المادية اصلا ما بقتش زي زمان بسبب زيادة الاسعار المبالغ فيها، فالله المستعان ربنا يسترها علينا جميعا يا رب. فان شاء الله تجمعي حتى تمن ازازة زيت وتديها لواحدة جارتك، عارفة ان هي ظروفها المادية مش كويسة، عارفة ان هم ما اكلوش فراخ من زمان، عارفة ان هي بتحتاج مثلا للزيت التموين مثلا ما بقاش كافي، او اصلا مش بتاخد تموين، وابتغي بذلك ادخال السرور على قلب مسلم، وبنيه الصدقه، بنيه سعه الرزق، بنوايا كتير، وربنا يتقبل منا واياكم يا رب. اعملوا الفكره دي وشجع اولادك عليها، وزوجك، وحد لو انتوا في بيت عيله شجع اسرتك كلها عليها، واجتمعوا كلكم كل اللي يقدر على حاجه حطها حتى ولو جنيه يوميا. ان شاء الله تحوشي 8 كيلو سكر واحد وتديه لواحده من جيرانك، وابتغي مرضاه الله عز وجل بهذه النية الطيبة إن شاء الله، وربنا يتقبل منا وإياكم. متنسوش تدعوا لإخواننا، وربنا يجعله رمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب. السلام عليكم.